السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي مسوم 300 شخص، عفوا ندير لكم الكمية تاع 150 شخص. علاش؟ احنا في الصالة صبنا طناجر صغار، هاني قسمت على زوج طناجر كيما راكم تشوفوا، طنجرتين دو مارميت. عندي لا مارميت، لا بروميير مارميت فيها 150، لا دوزيام فيها 150، 150 قطعة في كل طنجرة، كل قطعة بوزن 120 غرام كما راكم تشوفوا. الله يبارك القطعة، راهم شابين اليوم اللحم شباب، اللحم تاع العجل بصح الشباب، اللحم هذاك العجل الطاري ولا العجل الصغير. دي فوا علاش يقولوا لي علاش لاصوص دي فوا تجيك حلا دي فوا تجي بيضاء؟ باسكو علاش الناس يشرو النوعية الرخيصة تاع اللحم، يشرو البقري هذاك الشارف كما نقولوا حنا، ولا البقرة ماشي العجل، يشرو هذاك الشارف هذاك اللون تاعو يجي بنفسجي. راكم تشوفوا هذا اللحم يبان تاع خرف باسكو تاع عجل صغير، العجل الطاري، ومن ثم لابارتي تاع الكتاف ولا لابارتي تاع الجيكو ماشي كيما لابارتي تاع الظهر ولا هذاك. خلينا الفيلي هو الغالي والفوفيلي هو الغالي بيان سيغ، مع لي بارتي لي غالي ما نهضروش عليهم، نهضروا على الكتف، اللحم تاع الكتف ما شاء الله، ونتاع نتاع الجيكو اللي تكون ولا رامستاك اللي تكون ما شاء الله طريه. اللحم تاع العجل هنايا راهو طري، كيطيب يجي ما شاء الله يذوب في الفم، وتجي لاصوص تاعو فاتحه كيما اللحم تاع الغنمي. راكم تشوفوا قلنا كل قطعه بوزن 120 غرام، عندي لهنايا 150 قطعه، كل قطعه بوزن 120 غرام. هذه هي تضربي 120 في 150 صيبي العدد، ما عرفتش كيفاش عندك 120 قطعة ل 100 شخص، عندك 12 كيلو، النص تاع 12 كيلو شحال؟ النص تاع 12 كيلو 6 كيلو، 6 نزيدوا لها 12 شحال؟ 18 كيلو، اسمع هنا عندي 18 كيلو في الطنجرة هذه، واش نستعملها؟ نستعملها بسم الله على بركة الله، زوج مغارف نتاع الملح، دو كويير، أسوب نتاع الملح، كيلو شاغاكو نتاع السمن. ندير إلو شاغاكو نتاع السمن فوالا، باسكو علاش لو كان غنمي ما نستعملش إلو شاغاكو تاع السمن، نستعمل النص نتاع الكمية. علاش؟ الغنمي فيه الشحم مشحم، فيه نسبة من الدهون، لازم ما تجيش المثوم تاعنا يقهم ومزيد، لازم يجي ما شاء الله المرقة تاعو مجمرة وطيبة ثقيلة، وماشي ميها كما يقولوا. عندنا تقليها مليح وديري لها المقادير اللي احنا نذكروا البركة. بسم الله، عندي فلفل أبيض كوم، عندي البقري، نستعمل فلفل ابيض، مغرف فلفل ابيض ومغرف فلفل الكحل. اذا عندك غير فلفل الكحل استعملي زوج مغارف فلفل الكحل نورمال. اليوم عندي مغرف فلفل ابيض ومغرف فلفل الكحل. عندي الكمون، ما نستعملش كميه كبيره نتاع الكمون، مغرف وحده تكفيني. وبعض السيدات ما يستعملوش الكمون في المرق نورمال، تجيها مرقه ثاني بنينه. نستعمل مغرف نتاع ماكله نتاع كمون، في البولات ولا في الكريات نديرو كمون بزياده، بصح في المارق لا لا. عندي البصل المثوم، يسموه المثوم ماشي باسكو فيه الثوم بزاف، فيه الثوم والبصل باش تجيك المرقه تاعك عاقده الله يبارك. عندي حوالي لهنايا 3 كيلو تاع البصل ما شاء الله، راهو البصل مرحي. عندي إلو شاغاكو نتاع الثوم فوالا، إلو شاغاكو نتاع الثوم، هذه هي ملعقه كبيره نتاع التسقيه نتاع الثوم. لهنا حوالي 180 غرام ماشي 200 غرام، ملعقه ما عمرتهاش مليح، 180 غرام تاع ثوم. درنا زوج مغارف نتاع فلفل الكحل ولا مغرف فلفل الكحل ومغرف فلفل الابيض. القرفه ندير، انا نحب القرفه في المثوم، السيدات الاغلبيه يحبوا المثوم تاعهم بلا قرفه، انا نستعمل القرفه في المثوم. ولي كلات المثوم تاعي خلي لي تعليق ما شاء الله، ندير عودين من القرفه ولا دو باتوني نتاع لاكانيل. عندي زوج عواد نتاع القرفه، عندي الكمون مغرف، مغرف فلفل الكحل، مغرف فلفل الابيض كيما تشوفوش. عندي فلفل الابيض استعملي فلفل الكحل زوج مغارف، عندي زوج مغارف نتاع الملح، وعندي 3 كيلو نتاع البصل، 180 غرام نتاع الثوم، عندي 18 كيلو نتاع اللحم غنمي بقري عفوا. كي يكون غنمي ديري 150 غرام للشخص، هذه نسيت النقطه هذه. الغنمي علاش فيه العظم وفيه الشحم؟ بصح البقري صافي، اللحم صافي، راكي تشوفي فيه صافي، سمعنا 120 غرام اللحم صافي، مي بصح كي يكون غنمي نستعملوا 150 غرام، 150 غرام فيها عظم وفيها شحم، صافي. عندنا ل 150 شخص شحال نسحق؟ 15 كيلو زائد 7 كيلو ورطل، شحال تساوي؟ تساوي 22 كيلو ورطل، 22 كيلو ورطل غنمي، ولا 18 كيلو عفوا بقري.
22 كيلو وطن غنمي ولا 12 ولا 18 كيلو عفوا نتاع بكري. هذه هي نخلو لا مغميت تاعنا ولا الطنجره تاعنا تتقلى على الاقل 25 دقيقه نار متوسطه، ماشي نار قويه ماشي نار قليله، نار متوسطه فوق الطابونه اكيد، نار متوسطه لمده 25 دقيقه ومن بعد كي تتقلى لي. دونك الا كانت عندي الحميصه هذه النقطة نقولها لكم، إلا قليت الحميصة معاها، أنا ماذا بيا حميصة نطيبها أكوتي، باسكو علاش الحميصة؟ دي فوا نطيحو في حميصة طيابة واللحم ماشي طياب، طيب الحميصة واللحم يقعد شارف، ومن بعد الحميصة تروح كامل ترغد، واللحم مازال ما طابش، والعكس صحيح، دي فوا نطيحو في الحميصة يابسة ما طيبش، واللحم يطيب لك، هذه اللي تخافيها، الحميصة نسحقو في الكمية تاع 150 شخص. نسحقوا 3 كيلو تاع الحميصه تكفيني لارجومون، 3 كيلو حتى 3 كيلو ورطل نتاع الحميصه، كل كيلو نتاع الحميصه ندير له مغرف تاع ملح. دونك الا طيبت الحميصه اكوتي ندير 3 كيلو نتاع الحميصه ندير لها 3 مغارف ملح. بصح الا طيبتها هنايا الحميصه نتاعها ماشي طايبه وقليتها مع اللحم تاعي نزيد 3 مغارف تاع الملح تاع الحميصه، سمع حسابها لازم نزيدو، هنا راني دايره زوج مغارف تاع ملح تاع اللحم، بصح إلا درت الحميصه مع اللحم نتاعي نزيد الملح تاع الحميصه، فهمتيني؟ أنا مادا بيا الحميصه نطيبها مع اللحم، طيب لي لاصوص تجي عاقده الله يبارك، وتجي لاصوص شفافه، ماشي شفافه فاتحه، لا كولوغ تاعها تجي بزاف، باسكو علاش الحميصه تطلق لاميدون نتاعها ولا النشا نتاعها هذاك النشويات نتاعها حتطلقهم، يعقدوا لي لاصوص ويرجعوها بنينه، سينو نخاف توجور راهي نوعيه تاع الحميصه عيانه هذه اليامات، نخلي هي طيب وحدها واللحم يطيب وحده. دوك نروحو لبولات، عفوا قبل ما نروحو لبولات من بعد ما نوريش الفيديو، كي يتقلى نمرق الماء نيفو مع اللحم، الماء نتاعي نيفو مع اللحم، فوالا دوكا باسكو كي نقليه 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 25 دقيقة يطلق لي العصارة، راكم تشوفوها بدا يطلق العصارة، يطلق لي العصارة نتاعو، العصارة نتاعو هذيك مع الماء اللي نديرو لازم نيفو هكذا نيفو نتاع الماء مع النيفو تاع الماء تاع عفوا تاع اللحم. ونخليه يطيب على نار قليله نار متوسطه يتجمر لي ما تروح ليش لاصوص تاعو ويطيب لي بنين ويجي ما شاء الله. لافارس واش لازم لي؟ هنا عندنا 6 كيلو و3 كيلو نسحقوا 9 كيلو، عندنا كل 100 شخص نسحقوا 6 كيلو تاع فيون داشي، الا شتي الحاله شويه شويه مزيره ديري 5 كيلو تاع فيون داشي، بصح يجوك كريتين للشخص ويجوك شويه صغار، بصح حبيتي 3 كريات للشخص استعملي 6 كيلو ل 100 شخص. 6 كيلو تاع فيون داشي ل 100 شخص، صافي عندنا 150 نسحقوا 9 كيلو نتاع لحم مفروم، 9 كيلو غرام من اللحم المفروم ولا 9 كيلو غرام دو فيون داشي، عندنا نستعملوا له الملح كل 3 كيلو غرام تاع اللحم المفروم نستعمل ملعقة أكل نتاع ملح، شحال عندي الفيون داشي عندي 9 صافي نستعمل 3 ملعقات نتاع ملح، 3 مغارف تاع ماكلة تاع ملح، 3 في 3 تساوي 9، 3 مغارف عفوا مغرف تاع ملح في 3 كيلو عفوا في 3 باش تساوي 9، 3 في 3 باش نصيبو 9، 9 كيلو اللي هي 3 مغارف تاع ملح، كل كيلو كل مغرف تقابلها 3 كيلو تاع لحم، كل مغرف ملح 3 كيلو تاع لحم ملحيه ماشي كيف كيف الميزان تاع الملحي في الملح مع القطع، هذه هي كل 3 كيلو تاع لحم ملحي يقابله مغرف تاع ماكله تاع ملح، هذه هي وتقابلها مغرف تاع ماكله نتاع ثوم، عندي 3 مغارف نتاع ثوم وعندي 3 مغارف تاع ملح وعندي 3 مغارف نتاع كمون، هذو القاعده هذه اللي باش القاعده نتاع 3 في 3 القاعده هذه نتاع كيله بكيله، هذه كي كانوا يجوا عندي المتربصات ندير لهم القاعده هذه باش تجيهم سهله، مغرف ملح مغرف كمون مغرف ثوم مغرف فلفل الكحل، هذه هي فلفل الكحل ماشي مغرف معمره، يعني فلفل الكحل دوكا حندير الكميه هذه تاع 9 كيلو ندير زوج مغارف فلفل الكحل، ندير 3 مغارف ملح ندير 3 مغارف كمون وندير اندوشا غاكو نتاع السمن، نذوبو السمن باش ما يبقاش جامد في عفوا في الكريات، البيض ندير حتى يتلم لي راكي تعرفي. سمحوا لي نشوف التليفون ولا لي سيرفاز راهم دايرين حس حبست شويه، عندنا الكريات قلنا 9 كيلو تاع فيون داشي عندهم 3 مغارف تاع ملح 3 مغارف تاع كمون 2 مغارف تاع فلفل الكحل، البيض حتى كيطم لك، الا ما كفاكش البيض سيدتي لازم ديري شويه ما لازم ديري شويه ما باسكو
نحضر دي فوا البيض نكونوا في صاله ونساو مال العرس ما جابوناش البيض، ودي فوا تغلطوا ديروا البيض تخلوه تخلوا البيض تاع زيدي شويه البيض تاع المثوم زيدي شويه زيدي شويه فوالا هكذاك وعجنيه. المهم قلنا البيض والماء باش تعجنيه، عجني بالبيض والماء. راكي تعرفي الفيونداشي نتاع الغولي ونتاع المثوم ماشي كيف كيف، تاع الغولي لازم يجي جاري، تاع المثوم لازم يجي مشدود، الكريات تجي طريه شويه، عندك فيها البيض وفيها الماء. كي يكون البيض وحده يجي مليح، كي يكون البيض ناقص ولا نسيتو ديرو بالماء وحده ويجيك كريات ما شاء الله. ما انا ما ندير لهمش المعدنوس، سمحوا لي طفيت، انا ما ندير لهمش المعدنوس، ما نستعملش المعدنوس في المثوم داخل في لافاس، ما نستعملش المعدنوس، نستعمل فقط الثوم كما قلت لكم، مغرف ثوم لكل كيلو، عندي في 9 كيلو 3 مغارف ثوم نتاع ماكله، 3 مغارف ملح، وثلاث مغارف نتاع الكمون، زوج مغارف تاع فلفل الكحل، السمن إلو شعاقو ذايبة، شوية بيض حتى يتلم، خلطي معاه الماء إلا ماكفكش البيض، ولا ما عندكش البيض كامل عجنيه بالماء ويجيك عادي، وطيبي الكريات أكوتي، ديريهم في طنجرة هكذا، ومن بعد مرقيهم بماء سخون يغلي، وديريهم يطيبوا ويجوا ولا غير بنان ما شاء الله، باسكو راهم مدوزنين، كانت تقول لك نطيب لي بولات في لاصوص في الماء وحده ولا غير تجي بنينة ما شاء الله، ومن بعد أكيد نديروهم لداخل كي يطيبوا ويكملوا. نجبدوهم نديروهم يتشربوا النكهه نتاع لاصوص نتاع القطاع نتاع اللحم. هذه هي ماشي حاجه لي كبيره المثوم، مع الاخر حبيتي تزينيه باللوز مملوط ولا لوز مقشر، تقليه في الزيت ماشي في الزبده، تقليه في الزيت باش يقعد كروستيه، تزينيه باللوز ولا تزينيه بمن حبيتي، المهم الاصلي تاع العاصمه يزينوه باللوز. درك راهم يزينوه بالمعدنوس ولا هذاك راجعه، كل واحد راجع للذوق تاعو، اكيد الاكل اذواق كل واحد والذوق تاعو. حنا مدينا لكم اليوم المثوم العاصمي، بصح الاضافات كل واحد الاضافه تاعو، اكيد كل واحد كل واحد المهم راح احكي المعلومه، راح احكي الكلمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس تاع اليوم. كما نقولوا اللحم لازم تعسيه، هذه نسيت ما قلتها لكمش، كي نقلو كي اللحم تاعنا يكون يطيب ويتقلى يدخلوا الطياب تقلبي 5 مرصوات ولا، باسكو دي فوا كاين مرصو يطيب مرصو ما يطيبش، لي بارتي دي فوا يخلطوا لنا الكتف مع الجيكو، فهمتي كي يتخلط الكتف، الكتف طري على الجيكو، الكتف يطيب والجيكو يقعد شويه شاد روحه، ماشي تقلبي واحد برك وتحبسي، قلبي عده قطع لي باش تتاكدي بلي اللحم تاعك كامل طاب، وكي طيبيه سيدتي طيبيه ا 80%، طيبيه 80%، ما طيبيش 100%، علاش؟ في الدار في كميه صغيره نطيبوا 100%، لازم اللحم يكون طيب زبده، مي بصح في العراس لازم يبقى شويه، باسكو علاش؟ الكميه كي تكون كبيره، كي تكون طنجره كبيره هكذا، ونغطوه ومن بعد نطفوه ونغطوه، يكمل يطيب في السخانه هذيك، راكم تعرفوا السخانه تاع القازانات والسخانه تاع الكوزينه وين نخدموا، وزيد الكميه كي تكون كبيره تبقى لا شالور هذاك يبقى يطيب فيها، ومن بعد كي نزيدوا نسخنوا كي نجوا نسقوا نطيبوا نعاودوا نسخنوا على نار قليله، يبقى اللحم تاعنا يطيب لنا، صافي نخلوه 80%، من بعد يكمل يطيب لنا، سينو إلا طيب فيه 100% يدقدق لك وتحشي واش تحطي.